السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى، ودائما رانا مع يوميات فلاح. عندي هاد الباذنجان أو شجرات الباذنجان أصيبت بهذيك الآفة الخطيرة اللي هي الذبابة البيضاء. والذبابة البيضاء راهي منتشرة كثيرا، لذلك راح نحط له المبيد، والمبيد اللي راح نستعمله كما يظهر الاسم نتاعه في الصورة الآن. وقبل حطيت له المبيد لازم نقوم بتقليمه حتى يصل المبيد إلى الشجيرة ويقضي على هذه الحشرة، لأن الحشرة هذه الذبابة البيضاء تعيش أسفل الأوراق ويصعب الوصول لها، لذلك راح نقوم بتقليمه. والتقليم راح يكون مفيد لهذه الشجيرة نتاع الباذنجان. نواصل بنزع هاد الأغصان نتاع الباذنجان حتى نكمل هاد المكان اللي راه عندي كله، بعدين ننتقل للمرحلة الأخرى. هنا بعد اللي أنهيت من تقليم الباذنجان راح نقوم بجمع هذه الأغصان ونديها للمواشي، لأنها مفيدة كثيرا للمواشي، وكذلك الثمار نتاع الباذنجان أو الباذنجان نفسه مفيد للمواشي، مضر للحليب. نواصل بهذه الطريقة حتى نجمع هذه الأغصان كلها، بعدين أنتقل إلى تنظيف السريحة أو المكان اللي راه مزروع فيه الباذنجان من كل هذيك الأوساخ اللي راهي فيه. هنا بعد اللي أنهيت من تنظيف هذا المكان اللي مزروع فيه الباذنجان، راح نقوم برش الباذنجان بالمبيد. وهذا هو المبيد اللي استعملته كيف راح يظهر في الصورة. هذا المبيد خاص بالذبابة البيضاء، وبعد اللي استعملته حتى هو ما يقضيش عليها تماما، لكن راح يخفف من الكمية نتاعها، وراني نستعمله كل 3 أيام. وهذا الباذنجان راح يرجع ينمو من جديد إن شاء الله، لأنه هذا المكان راح نقوم بزراعة فيه الخس نتاع الصيف، وطبعا راح نضيف له السماد، وهذا السماد راح يستفيد منه حتى الباذنجان. نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل رش هذه الشجيرات بالمبيد.
الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتكون فيه إفادة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.